مبروك على شيماء وعلى وليدها ومبروك علينا كاملين. الحمد لله، حنا مني كنشدوا شي ملف الحمد لله. شيماء راه غنيه على التعريف، ما نقدروش نبقاو نجرحوها بالمشكل ديالها اللي كان عندها، المشكل ديال وليداتها اللي تطرقنا لجمعيه جود. الحمد لله اللي كان واحد المحسن الله يجازيه بالف خير، وهذا العواشر هذه اللي هدا ليها البيت، وكنشكر جمعيه جود من هذا المنبر هذا. وهي شيماء الحمد لله جينا عندها اليوم. المفاجأة اللي بغيت نقول لكم هو واحد السيد، واحد الصحفي الله يجازيه بخير، لأن احنا الملفات ديالنا كنبقاو نتواصلوا معاهم وكنبقاو نشوفوا الحالات فين وصلوا. عيط ليا قال لي راني بغيت ندير واحد الصدقة، راني بغيت نختن هذاك الوليد الصغير ديال شيماء. الحمد لله جينا عندها هضرنا مع السيد. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الإعجاب، اشترك في القناة باش توصل بجديد الأخبار إن شاء الله. اللي غادي يختنوا اليوم، حنا جينا تختن الدريري شيماء. الحمد لله الحالة ديالها مستقرة، خدامة، وليداتها نقيين، لابسين زوين، دارها هي نقية، كيخليناها الفرحة كبيرة الحمد لله. مني هذه الأسرة بعدا تحتوت في هذا البيت، والوليدات زوينين، الدري ها هو تختن. هاي شيماء الفرحة الحمد لله راه باينة على وجهها. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الاحساس ديالك اليوم وانت يلاه ختم شي الوليد؟ انا فرحانة بزاف، وكنشكر السيد اللي ختن ليا ولدي، وكنقول ليه شكرا بزاف، الله يجازيه بخير في هاد العواشر. وكنعاود نشكر الناس اللي وقفوا معايا وساندوني، وكنشكر جمعية جود، وكنشكر اختي ميلودا وجمعية الشباب الوطني للتضامن. والحمد لله. كيداس الاجواء ديال الطهارة بخير؟ لا داز زوينة تبارك الله، كلشي زوين. فرحانة ضروري بزاف. الاجواء المغربية هي هادي. تبدلات الحياة عندك؟ تبدلات بزاف. شنو وليت؟ 180 درجة. 180 الحمد لله الحمد لله. شنو وليت تبدل المشاكل؟ تبدلات بزاف الحوايج، دابا ولينا بخير، خدامة، كلشي مزيان، لابسين مزيان، واكلين مزيان، كلشي الحمد لله. كتقري وليداتك كتقاد ليهم؟ غنقريهم ونوصل لهم داكشي اللي باغين، والله يعاوني عليهم. الحمد لله. شي ما غتبقي خدامة، ما فكرتيش ترجع لقرايتك شي حاجة بحال هكا؟ لا ضروري قراية ضروري. التربية ما ساهلاش. ما ساهلاش، ولكن أنا طفل راضي الحمد لله، دابا تكرس حياتها بعدا تخدم عليهم واحد شويه ويبداو يقراو الوليدات. اما الثقافه راه ما كتفوتش هذاك الشيء، القرايه ما كتقاداش. تقرا شيما من بعد ما تبدلات الحياه ديالك، واش شيما يلاه دابا في المكان اللي خصها تكون فيها؟ شيما تكرفصات في الصغير؟ وا شويه وصافي. تدوش على مثلا منك في دار والديك؟ ملي كنت في دار والدينا كنت والديا بخير، ولكن ملي تجوشي واش طيشه هذيك الطيشه؟ طيش وقلت العقل من 15 عام. تجوشي بقى صغيره؟ كل الحمد لله، واخا دابا ما نقولوش ما غاديش نرجع بندام، لان الحمد لله درتي وليدات هذاك الشيء اللي كاين، هذو هما الرباح ديالك. شيماء شنو الرسالة باش توجهي للدريات باش ما يطيحوش في الأغلاط اللي طاحت فيهم؟ كنقول لهم ديروا عقلكم وما تبعوش سن المراهقة، حيتاش راه كدوز واحد الفترة كيفوت كلشي وكتبقى غير ندامة، وديك الساعة ما كتنفعش الندام. يتصنتوا الوالدين؟ يتصنتوا الوالدين، حيتاش هضرة الوالدين هي ضروري في الأخر غترجعي على هضرة الوالدين. ما كاينش اللي غيبغي لك الخير قد والديك. بصح قلت لك ما كاينش اللي غيبغي لك الخير قد والديك، وهي كتجي داك السن ديال الصغر والسن ديال المراهقه والطيش، ولكن الحمد لله كاين الحالات بزاف اللي كيضيعوا،
وكاين الحالات اللي ها هما الحمد لله كيلقاوهم هنا فين تنشكر على الجمعيات الناجحه لانهم جمعوا الشمل ديال هاد العائله، جمعوا الشمل ديال هاد الوليدات. السيده الحمد لله هي بالسكن ديالها، الوليدات بداو القرايه ديالهم، هي الحمد لله هي خدامه. حنا جينا اليوم نطلعوا عليها وتختن هاد الوليد، حيدنا على هاد المشكل ديال الختانه اللي كان غيبقى حتى هو عنده واحد النقص في الحياه، لان الحمد لله بفضل الله وفضل الجمعيه ديال جود ما بقى خاصه حتى حاجه، لان الحاجه الزوينه اللي وفرت لها هي المسكن والخدمه، وهادو هما اهم شيء في الحياه. بنادم ملي تتولي عنده المسكن ما كيخلصش الكرا وعنده الخديمه ديالو، راه الحمد لله راه اللي جات تعيش وليداتها على قد الحال، والحمد لله هو ما حتى واحد ما نساها. هاي الحمد لله واحد الاخ صحفي الله يجازيه بخير، هو تفكر هذا الوليد في الختانه ديالو، واليوم كيفاجئها بهذه الختانه، والحمد لله هي حيدت هذا المشكل. وحنا ما تنقولوش مشكل لانه هو فرحه، غير هي كانت غتبقى تخمم فيه. الحمد لله وشكرا لاي واحد ضامن مع شيماء، والله يكمل عليها بحياتها في خير، وكنتمنى لها مسيره موفقه والوليدات ديالها يعيشوا بخير وعلى خير، وتنسى هذا الشيء اللي داز عليها في هذه المده ديال 7 سنين او 8 سنين، وبغينا تشوف الفرحه ديما لقدام. والله يجازي كل واحد بخير، وعواشر هذه الله يرحم الوالدين، لكل واحد دار شي ضره ديال الخير في شي واحد الله اللي كيجازي. شكون تقولي للرأي العام؟ شكون تقولي للمغاربة اللي تعرفوا معاك القلب ديالهم قبل ما يعاونوا بشي حاجة؟ كنقول لهم الله يجازيكم بخير في هاد العواسر، والله يعطيكم ما تمنيتوا، وكنشكركم نتوما نيت جريدة عبر، وكنشكر اختي ميردة بزاف حتى هي وقفات معايا بزاف، وكنشكر كلشي اللي وقف معايا، كنقول ليه الله يرحم لكم الوالدين. وهاي شيماء الحمد لله جينا عندها اليوم. المفاجأة اللي بغيت نقول لكم هو واحد السيد واحد الصحفي الله يجازيه بخير، لأن احنا الملفات ديالنا كنبقاو نتواصلوا معاهم وكنبقاو نشوفوا الحالات فين وصلوا. عيط ليا قال لي راني بغيت ندير واحد الصدقة، راني بغيت نختن هذاك الوليد الصغير ديال شيماء. الحمد لله جينا عندها، هضرنا مع السيد اللي غادي يختنوا اليوم، حنا جينا تختن الدريري شيماء. الحمد لله الحالة ديالها مستقرة، خدامة، وليداتها نقيين، لابسين زوين، دارها هي نقية، كيخليناها الفرحة كبيرة الحمد لله. مني هاد الأسرة بعدا تحتوت في هاد البيت، والوليدات زوينين، الدري هو تختن. هاي شيماء الفرحة الحمد لله راه باينة على وجهها. السلام عليكم. الله يبارك فيك. انا فرحانه بزاف، وكنشكر السيد اللي ختش ليا ولدي، وكنقول ليه شكرا بزاف الله يجازيه بخير في هاد العواشر، وكنعاود نشكر الناس اللي وقفوا معايا وساندوني، وكنشكر جمعيه جود، وكنشكر اختي ميلودا وجمعيه الشباب الوطني للتضامن، والحمد لله. كيداس الاجواء ديال الطهاره بخير؟ لا داز زوينه تبارك الله، كلشي زوين فرحانه ضروري. الاجواء المغربيه هي هذه، تبدلت الحياه عندك؟ تبدلات بزاف. شنو 180 درجه؟ 180 الحمد لله. شنو ولات تبدلات بزاف الحوايج، دابا ولينا بخير، خدامه، كلشي مزيان، لابسين مزيان، واكلين مزيان، كلشي الحمد لله. تقرا وليداتك كتقابليهم؟